حياتي السيدة الشريفة بنت الإمام الحسن مع أبا عدود ملا علي الكربلائي خادم ركضة الخواريج. نسأل الله سبحانه وتعالى قضاء الحوائج وشفاء المرضى وتيسير الأمور، وإن شاء الله المحاجة كل من يشاهدنا الآن يرزقكم إن شاء الله جميعا زيارة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ببركة محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم نذكر الزيارة ونقول لسيدتي المولاة الشريفة السلام عليك يا مولاتي يا بنت الحسن، السلام عليك يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا باب حوائج الطالبين، السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين معافين. كثير من المرضى يتمنون يزورون السيدة الشريفة ليشافون بترابهم، فإحنا إن شاء الله ما ننساهم من الدعاء، وراح نتوجه إن شاء الله بنقرالهم هالأبيات لشفائهم وجميع من أوصانا بالدعاء من طالبين ذرية قدام الحسين، كثير من المؤمنين أيضا علوية أخذنا بالدعاء طالب ذرية ما ننساهم من الدعاء إن شاء الله. نتوجه طبيبة المعلولين يا النويتي اليوم تيصير صدق اللي وين خاهب أبوها وقرى يمها دعي يا شريف مبتديك وكل حجياتي واذكر المسرية وبدا تنسى يا زاير حاجتك مقضية اجي انا نزحف على اترابك اجي انا يا شريف البابك اجي انا يا شريف البابك انت باب الله العظيم ما تريد في الحايه وانت للعالم طبيب لون خاتي الساير مولاتي عندنا والله احنا حوائج يا طبيبة المعلولين معجزة فوق تحل صعبة وين ما صاير وانا عرفت من نيتك عندي يمك خاطر يا شريف انت مستشفى العقيدة بعطفك على الوالدين والمريض السار قبلك اهله يرجع والله ما طال يقصدك عمره ما يظل نادم وانا عبدك يا شريف وعلى بابك قادم يمك المشلول يوقف وعمى فتح عينه واخرس بفضلك يرد لسانه وتحجينه والطلب ذريه يا شريفه والطلب ذريه منك يفرح وتنطينا واللي يجيك بحاجه صعبه والله ما تخيبينا اللي عنده حاجه يقول يا شريفه يا شريفه يا شريفه الله قصك بالكرامه هبتك قدسي يا سيدتي بعد ايامها استشهاد ابوك الحسن لكن الحسن غريب ومسرور هو وحيد يقول شيعتي آل الحسن ذكروني مثل ابويا حسين لا تنسوني لا تنسوني هذا صوت من الحسن مأوى الحيارة شيعتي وأحبابي أعرفكم غيارة بالبقيع ادعولي تتشيد منارة وبالبقيع الصير مشاي السيارة إلهي لطبيبة المعلولين وأبي الحسن شافي وعافي جميع المرضى يا الله اقضي حوائجنا يا الله بمولاتي شريفة يا اللهم فرج عنا يا الله اكشف الهم والبلاء والوباء عنا يا الله ارزقنا زيارة الحسين كثير من المؤمنين يأتون سنة كل عام لكن السنة محرومين من زيارة الحسين من بعيد يشاهدون ويقولون للحسين من نشوف الناس تمشي لحضرتك بالأربعين
يختنق بالحسرة صدر يا حبيبي يا حسين. والله أتمنى ما ماتي يصير بين الحرمين. حقق أمنيتي عليك بزينب وأم البنين بحق مؤنسة رقية شريفة يا الله. أرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا الله. من كل مكان يسألون الدعاء اللهم اقضي حوائجهم من الخليج من الكويت من البحرين من لبنان كل محروم إلى زيارة الحسين ارزقه الزيارة يا الله. إلى أرواح أمواتنا أموات السامعين الحاضرين قدام أبا عبد الله الفاتحة مع الصلوات.